مفصولين من المؤسسة منذ 2017 بظروف غير قانونية ولا تخضع لقانون الشغل الموريتاني. بذلك المناسبة احنا رفضنا هذه الفصل وتمينا في وقفات وفي تنديد وفي كل الأمور لين عقبنا توافقنا مع مؤسسة القرض والادخار الشعبية على اتفاق موجبه يعوضونا بعض التعويضات. هذا الاتفاق على أساسه تحتفظ الشركة بالأولوية في الاكتتاب، ومشينا في ذاك الاتفاق. وحنا سنوات ترك مؤسسة ما قطعت التواصل بينا، وحنا عندنا من ده خبر على أن مكتتبة قدر من عمال، وعندنا ياسم من إبراهيم العقود اللي عدلت عندنا من نسخ. وبذيك المناسبة احنا العمال نطالبوا الجهات المعنية خصوصا وزارة الشغل ومؤسسات والله الجهة الراعية للمؤسسة انها تتخذ اجراءات في هذا. هذا العمال المفصولين اللي هم اللي منهم مسعى لتأسيس المؤسسة واللي منهم عشر سنين ولا عندهم سوابق ومخلصين في الشغل ويا متفانين فيه ولا عندهم مشاكل معها. بذلك المناسبة نحن ندور مؤسسات الدولة لأنها تقوم بواجبها وتنتصر لهذا العمال اللي تخطاوا 100 عامل مفتوحين بدون قانون بدون إدارة إجراءات إدارية ما هي عادية.